النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، أرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن الأحوال الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال 3 أيام القادمة بإذن الله. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي ارتفاعات متواصلة على درجات الحرارة خلال يومي الأحد والاثنين، أيضا رياح مثيرة للغبار اعتبارا من يوم الأحد، وأجواء غير مستقرة يوم الاثنين. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار كميات كبيرة من الغيوم العالية بدون فعالية في عموم مناطق المملكة، هي ناتجة عن تدفق الكميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية. نذهب الآن وإياكم لخرائط درجات الحرارة وتوزيع الكتل الهوائية من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء، حيث يلاحظ اندفاع الكتلة الهوائية ذات درجات حرارة أعلى من المعدل أو أعلى من المعتاد خلال يومي الأحد والاثنين، ترتفع على إثرها درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام. الطقس يكون بشكل عام بين المائل للبرودة إلى اللطيف خلال ساعات النهار، بينما يكون بارد خلال ساعات الليل. لكن اعتبارا من يوم الاثنين أو مساء الاثنين وليل الاثنين على الثلاثاء ويوم الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملموس لتعود لتصبح حول معدلات مثل هذا الوقت من العام، ويعود الطقس البارد نسبيا خلال ساعات النهار. نذهب الآن لخرائط توزيع حبات الرياح المتوقعة من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء، حيث تبدأ المملكة تتعرض لرياح جنوبية غربية نشطة السرعة اعتبارا من يوم الأحد مثيرة للأتربة والغبار، تشتد بشكل لافت يوم الاثنين حيث تعمل على إثارة الأتربة والغبار وحدوث موجات غبارية خاصة في المنطقة الشرقية والجنوبية. بالإضافة لذلك أيضا مدينة العقبة ستتأثر بهذه الرياح الجنوبية الغربية التي تستعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج يوم الاثنين، وأيضا انتشار لكمية من الغبار قادمة من شبه جزيرة سيناء ضمن هذه التيارات الجنوبية الغربية. نذهب الآن وإياكم لخرائط توزيع الأمطار من يوم الاثنين وحتى يوم الثلاثاء، حيث تبدأ المملكة تتأثر بحالة من عدم استقرار جوي اعتبارا من ساعات ظهيرة يوم الاثنين. تتكاثر الغيوم الركامية الرعدية في العديد من مناطق المملكة في مناطق واسعة، تعطل زخات رعدية من الأمطار تكون متفاوتة الشدة من منطقة إلى أخرى. هذه الأمطار تشمل أيضا مدينة العقبة هذه المرة وعموم المنطقة الجنوبية والشرقية، وأيضا باقي مناطق المملكة كما ذكرنا ستكون بشدات متفاوتة من منطقة إلى أخرى، وستعمل على حدوث موجات غبارية أيضا مع الرياح الهابطة المرافقة للعواصف الرعدية وأيضا إلى الجريان الأودية وارتفاع منسوب المياه في الشوارع. نذهب الآن للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تكون هناك الفرصة مهيئة لهطول بعض زخات الأمطار الخفيفة هذه الليلة ناتجة عن انتشار لكمية من الغيوم العالية والمتوسطة 13 درجة مئوية فقط كحرارة دنيا. أما بالنسبة للثلاثة أيام القادمة يوم الأحد طقس مستقر، ارتفاع على درجات الحرارة 22 درجة مئوية كحرارة عظمى، الصغرى 13 درجة مئوية. يوم الاثنين رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تكون جنوبية غربية 22 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى تنخفض لتسجل 10 درجات مئوية مع فرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار بسبب بداية تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي. حالة عدم الاستقرار الجوي هذه ستستمر حتى صباح الثلاثاء، على أن يستقر الطقس مؤقتا خلال نهار يوم الثلاثاء مع انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة 13 درجة مئوية كحرارة عظمى، لكن اعتبارا من ساعات ليل الثلاثاء على الأربعاء تبدأ المملكة تتأثر بمنخفض جوي وتخطل زخات من الأمطار مع ساعات ما بعد منتصف الليل. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.